اهلا بيكم متابعينا في حلقه جديده، معاكم بلال امين. النهارده معانا بايك من شركه ياماها، من فئه الستريت بايكس، من فئه الالف سي سي. بايك باورفول جدا، وكنا مستنيين الفيس الجديد من ياماها. ياماها تفوقت جدا على نفسها في التصميم ده، واعتقد ان ياماها صنعت شخصيه جديده من ترانسفورمرز. فيلا بينا نشوف. That car is sensitive. I mean, $4,000 just drove off. جديدة مع النهاردة بايك من شركة ياماها MT10. البايك اللي معانا ده موديل 2020. الموتوسيكل ده الابجريدنج في الموتور زي بالظبط الار 1 الجديد. بالعكس، هما جم يجربوا الموتوسيكل ده على التراكات وبيشوفوا الاكسلريشن بتاعه، لقوا الميد رينج بتاعه اقوى من الار 1 في الميد رينج، اللي هو مثلا من النقله الثانيه للثالثه. تجميعه رهيب بصراحه. الكرسي طبعا بتاعه كومفورت، مريح جدا زي ما هم كاتبين كده. الليد اللي ورا برضو اجريسيف قوي، ومدي شكل حلو قوي، والهوايات اللي حواليه دي شكلها جميل جدا. النسخه دي مميزه فعلا، برضو باين التصميم جدا في التبريد بتاع الموتوسيكل. ده الماتور بتاعه. نتكلم كده على شويه سبيكس للماتور. هو 157 اتش بي القدرة الحصانية بتاعته. طبعا على الوزن ده والأداء ده رهيب جدا يعني. برضو التانك فيه هوايات كده وتاتشات جميلة جدا. تانك كبير غير الصور خالص، غير الفيديو يعني، مش هيبقى ظاهر زي ما هو قدامي دلوقتي. هنبدأ بالواجهة الأمامية بتاعته. شبه الترانسفورمرز. الهوايات بتاعته فيها انسيابية علشان الهواء. الوش بتاعه اكبر من الصور يعني، على الحقيقة مش صغير زي ما باين في الصور. هنا التهوية بتاعته والاير دايناميك بتاعه كويس جدا. هنا برضو المساعدين مقلوبة، ده عامل فرق كبير.
في الاتزان بتاعه والاستابيليتي، الهوايات بتاعته برضه علشان التهويه بتاعه الموتوسيكل وتبريده عاليه جدا. ده الشكل العداد بتاعه هنا، ده الار بي ام طالع كده زي بقيه الموديلات الحديثه في الشركات الثانيه. هنا العداد بتاع السرعه، هنا البنزين، هنا العداد بتاع النقلات، هنا التراكشن، هنا بيديك الاي بي اس شغال، بيديك انتجريشن حلو جدا مناسب قوي للحجم بتاع الموتوسيكل والتصميم بتاعه. تعالوا نسمعكم صوته. How'd you know about his glasses? eBay. eBay. If the Decepticons find the AllSpark, they will use its power to transform Earth's machines and build a new army. And the human race will be extinguished. Sam Witwicky, you hold the key to Earth's survival. Please tell me that you have those glasses. في نهاية الحلقة بتاعتنا ياريت تعمل لنا سبسكرايب ولايك للفيديو وشير لو عجبك وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد من عندنا.